السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء بهذا اللقاء المبارك. نتحدث أيها الأحباب الكرام عن أجر الصدقة. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. قصة غريبة وقعت في أرض الحجاز، حيث الصحاري الممتدة، رجل من الصالحين أكرمه الله تعالى بقطيع كبير من الجمال، كان يقوم برعايتهم وبحلبهم وتربيتهم، كساب في مجال الجمال، كان يملك أزيد من 100 ناقة. مرة أتته امرأة عندها أطفال أيتام، وهي أرملة وضعيفة، تطلب منه مساعدة، فكان يعطيها دائما مجموعة كبيرة من اللبن، يعطيها أقباح ديال اللبن، كيعمر الدلو صل ديال اللبن، وكيعطيها هي وابنها تشرب منهم. كل مرة كتجي لعنده تستغيثه فيعطيها، ولكن مرة أراد أن يكرمها فقال لها: هاي عندي واحد ناقة حلوب، خذيها وأحلبيها، بارك الله لك فيها، حلال عليك وعلى أبنائك الأيتام. وفي ذلك اليوم، بينما كان ذلك الرجل يرعى جماله في الصحراء، إذا بعاصفة خطيرة هوجاء تمر في المكان، فإذا بيقاوم ويقاوم، والجمال تهرب هنا وهناك، وهو يحاول أن ينجو بنفسه، والكتبان والرمال، إذا بجب بحل البئر، البئر غائر في أكثر من 30 متر، كيبان بأنه في كتبان رمال، فلما وصل إليه إذا به يهوي به في الأسفل، فسقط في الأسفل وتراكمت عليه الرمال، وبدأ يستغيث: النجدة النجدة، أنقذوني أنقذوني، لا أحد ينقذه. وبعد ساعات طوال خمدت العاصفة. في المساء كان معتد أنه يعود إلى بيته رفقة جماله، لكن أولاده علموا بحال العاصفة، رجعت الجمال بمفردها، لكن أباهم لم يرجع، فخرجوا يبحثون عنه في الصحاري وفي الفيافي بين كتبان الرمال، ينادون عليه باسمه ولا يجيب، وصار يبحث ويبحثون ولكن لا أحد يجيب. صاروا كل يوم يخرجون يبحثون عنه مدة شهر بالكامل، شهر بالكامل وهم يبحثون عنه ولم يضر له أثر، فقالوا: لا شك ولا ريب أنه قد مات. وأرادوا أن يقوموا بقسمة التركة، فجمعوا جمالهم واحتسبوها، فإذا بهم يجدون بأن هناك جمل ناقص. أين هو هذا الجمل؟ فسمعوا بأن أباهم قد أعطاه لامرأة عندها أيتام، وهي أرملة فقيرة وضعيفة، فذهبوا إليه يدقون بابها، قالوا لها: استردي الجمل. قالت لهم: أبوكم أعطاني الجمل لكي أستغيث به وأستعمله مع أبنائي، أعطاها لي عطاء دائم. قالوا: لا، هو اللي أعطاك وقد مات، الآن نريد الجمل. فالمرأة لم تجد بدا أن تعيد الجمل لأبناء الفقيد. وفي ذلك اليوم، بينما هم يقتسمون التركة، إذا بأحدهم يقول:
أسمع صوتا ينادي يستغيث من هناك من هناك بجانب الكتبان. ذهبوا يبحثون من يكون، فإذا بهم يجدون الصوت يمتد من حفرة عميقة. لما حفروا وجدوا أباهم، إنه لا زال على قيد الحياة. حفروا فوجدوه حيا، لم يصدقوا. كيف هذه معجزة، هذه كرامة؟ شهر بالكامل وأنت في الحفرة، لا طعام ولا شراب ولا أي شيء، ولا زلت على قيد الحياة، لا يمكن. فقال لهم: وأنا أيضا لا أصدق ما الذي وقع لي يا أبنائي. منذ الليلة الأولى لما كنت في الحفرة 30 متر في العلو لا أستطيع أن أصعد، وكنت أرفع صوتي ولا أحد يسمع، شعرت بالجوع، شعرت بالعطش، وإذا في المساء هناك دلو يتدلى إلي فيه حبل، الدلو مليء باللبن الطازج، لبن مغذي، لبن فيه طعام وشراب يزيل العطش ويزيل الجوع. فتعجب الأبناء وتعجب معهم، قالوا: ذلك اللبن كان أبيض حتى أنه كان يضيء علي في الليل من شدة الظلمة. فكنت أخذ الدلو وأشرب وأشرب وأقول: من هناك من هناك، لعلهم يسمعونني وينقذونني. لا أحد يرد حتى يفرغ من اللبن، ثم يصعب الدلو يختفي. كل ليلة في المساء ينزل إليه الدلو معلق بحبل فيه لبن طازج أبيض، ويشرب ويتروى، وحينما ينتهي يضيء عليه اللبن ويصعب. فبقيت على حال هذا لمدة شهر بالكامل، لكنه في هذا اليوم انقطع عني الدلو، الدلو لم يعد يحضر، فشعرت بالجوع وشعرت بالعطش، ومن ثم صرت أصرخ بأعلى صوتي وأقول: النجدة أنقذوني أنقذوني، ولست أدري لماذا انقطع اللبن. فبكى الأبناء وقالوا: يا أبانا، إن الناقة التي أعطيتها للمرأة ربما ربنا سبحانه وتعالى ببركتها كان يرزقك في حال الشدة والكرب من صدقة اللبن، ولعلنا نحن قد أخذنا واسترجعنا الناقة إلى التركة لكي نقتسمها فيما بيننا بالسوية، وحرمنا المرأة الفقيرة وحرمنا الأيتام وحرمنا الطعام والشراب، فانقطع رزقك في الشدة. فبكى الأب وبكى الأبناء وشكروا الله تعالى على أنه أنقذ أباهم، ثم أهدوا الناقة إلى المرأة الفقيرة الأرملة التي الأيتام، وتصدقوا بعدد من رؤوس الجمال، وقالوا: إن الصدقة تنفع صاحبها فعلا في وضعية الشدة وفي وضعية الكرب. هذه القصة أيها الأحباب الكرام وقعت قريبا في سنوات معدودات في بلاد الحجاز، حيث الصحراء قاحلة، وحيث كان الناس فيهم النية وفيهم الإيمان وفيهم اليقين. نحن اليوم في زمن الكورونا نعيش هذه الجائحة ونشعر بشدائد كبيرة في أنفسنا، نشعر بالتعب الشديد، ونشعر بالكرب الشديد، ونشعر بالخوف الشديد. ليس هناك لقاح، ليس هناك دواء، ليس هناك من يستطيع أن يقدم المساعدة لغيره سوى الخالق عز وجل. وربنا عز وجل قال: الذي يستحق المساعدة ويستحق منا الاهتمام والعناية الربانية من كان في حالة الرخاء يكرم الضعفاء والمساكين اللي هو في حال الشدة، حتى إذا جاءته شدة فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه، والله تعالى ينجيه، والله تعالى يزيده من فضله. لهذا أيها الأحباب الكرام نحن في أمس الحاجة في هذه الأيام أن نزيد في العطاء ونزيد في الكرم ونزيد في الجود، ونتضامن ونتكافل مع إخواننا وأخواتنا المعوزين والمعوزات، الناس الفقراء والمحتاجين. وإذ حيينا فالله تعالى سوف يكرمنا لا شك ولا ريب، حياتنا المقبلة ستكون كلها خير وكلها بركة وكلها رزق، ومن مات منا فسوف يكون عند الله مكرما معززا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
كان الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه كان يقول: إذا مات السخي قالت الأرض والحفظة: ربي تجاوز عن عبدك في الدنيا بسخائه، ربي تجاوز عن عبدك في الدنيا بسخائه. هذا كلام تقوله الأرض التي تضم الجثة والحفظة الملائكة. أما إذا مات البخيل قالت الأرض والحفظة: اللهم احجب عن هذا العبد الجنة كما حجب عن عبادك ما بين يديه في الدنيا. حتى الأرض والحفظة قد تدعو لك أو عليك، تدعو للسخي بالخير وتدعو للبخيل بالخسران والبراء والوبار والعياذ بالله. وكان الإمام الحسن رضي الله عنه كان من السباقين في الخيرات. جاءه رجل وقال: إني أكره الموت، أسمع الناس يموتون وهناك وباء والأجل أوشك واقترب، إني أكره الموت. فقال الحسن: ذلك لأنك أخرت مالك، ولو قدمته لسرك أن تلحق به. حتى الكريم هو عجل بالعطاء وعجل بالكرم وعجل بالجود، فهو إن مات سيرحل وسيجد صدقاته وأعطياته في انتظاره. درهم واحد يجدها كجبل مكة وجبال تهامة بل وجبل أحد. الإمام عبد الله المروزي رضي الله عنه كان كثير الصدقة، كان يعطي كثير. لما سمع من أمر القرآن والسنة أنهما يدعوان إلى الإكثار من العطاء فعوتب في ذلك، قالوا له: إنك تكثر، عاتبوه. فتبسم ضحكا وقال: لو أن رجلا أراد أن ينتقل من دار إلى دار أكان يبقي في الأولى شيئا؟ لغا يتحول من دار لدار، واش غيخلي شي حاجة؟ غادي يهز أجود مكين وأغلى مكين وأثمن مكين، غادي يرحلوا معاه للدار الأخرى. حنا عارفين كنا غادي الراحلين، فهنيئا وطوبى لمن يقوم بالعطاء وليقوم بالصدقة. فلهذا لا تحرم نفسك من هذا الأجر. كل واحد منا عليه أن يسرع في هذا الزمن، زمن الكورونا، حيث إخوانا لنا ضعفاء ومساكين ومحتاجين لا يجدون لقمة العيش. هناك عائلات لحد الساعة في مواطن متعددة من مغربنا العزيز، في البوادي وفي القرى وفي الدواوير وفي المداشر، بل وفي المدن العتيقة وفي أماكن أخرى لا يعلمها إلا الله، يحتاجون منا إلى المساعدة. فإن ساعدناهم ربنا سوف يعطينا الكثير، أما من بخل فإنه سوف يشعر بالحسرة. كان الإمام الحسن البصري يقول: إن يوم القيامة لدو حسرات، الرجل يجمع المال ثم يموت ويدعه لغيره، فيرزقه الله فيه الصلاح والإنفاق في وجوه البر فيجد ماله في ميزان غيره. يزكي عنده مال كثير وخباه وحاول أنه ميخرجوش، اكتنزه، لكن بعد عمر طويل مات، فانتقل الميراث إلى شخص آخر، ربما نسيبوه، ربما واحد ودعموه، وكان من الصالحين. فلما وصل إليه ذلك المال لأخر أنفق على الفقراء والمساكين، فأعطاه الله حسنات كثيرة، فيرى أن ماله حرم منه واستفاد منه غيره. نسأل الله تعالى الواحد الأحد أن ينبهنا بأخطائنا ويرزقنا الجود والكرم وينتزع البخل والشح من صدورنا. اللهم أمين يا رب العالمين، وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا رب يا كريم، افتح لنا أبواب رحمتك، وافتح لنا أبواب رزقك، وافتح لنا أبواب فضلك. أيها الأحباب الكرام، حديثنا اللحظة عن انطلاق ميلاد جديد بعد كورونا. سوف يتم الإعلان عن ميلاد جديد للعالم، للإنسانية، لكل بني الإنسان، وهذا الميلاد الجديد سيكون كله خير. سنبدأه بخطوة إلى الوراء لكي نتقدم 10 إلى الأمام. هذا الميلاد الجديد ينطبق عليه قول الله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بعض الناس
ربما يستاءون من الوضع العام الذي أفرزته فيروس كورونا، يشعرون بالإحباط، يشعرون بالقلق، منهم من يشعر باليأس، منهم من يشعر بالاكتئاب، منهم من تسرب إليه القنوط من رحمة الله إلى قلبه، ومنهم من بدأ يضرب أخماس في أسداس ويقول ضاع الاقتصاد وضاعت السياسة وضاعت الدولة وضاعت البشرية وينتظر الفناء. كلا كلا، هذا تفكير سلبي، هذا تفكير خاطئ. الحقيقة أيها الأحباب الكرام أن فيروس كورونا هو فيه ما نكره، لكن ما بداخله من الخيرات لو فقهها المتفقهون وعلمها أهل البصر وأهل النظر لعلموا بأنه يخبئ لنا في طياته نعم كثيرة. وهذه سنة من سنن الله في خلقه. الله سبحانه وتعالى علمنا في كتابه العزيز أن من رحمته الواسعة وهو الرحيم. أول صفة وأقوى صفة من صفات المولى سبحانه عز وجل علاه الرحمة. الله رحيم، الله لطيف، كل ما يفعله الله تعالى رحمة، كل ما يفعله الله تعالى لطف، كل ما يفعله المولى خير. وإن خفي على بعض العقول العليلة أو بعض النفوس السقيمة، لكن أهل النظر وأهل الإيمان وأهل الاعتبار يعلمون كل ما يفعل ربك خير. لو اطلعتم على الغيب لعلمتم ما فعل ربكم إلا خيرا. فتعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نعدد النعم ونعدد الفتوحات ونعدد الكرامات ونعدد البشارات التي توصلنا بها في زمن الكورونا. أول شيء أيها الأحباب الكرام وهو تقوية الإيمان في القلوب. صار الناس يعتقدون اعتقادا سابقا، اعتقادا بالدليل والبرهان على عظمة الله جل علاه، اعتقاد كان عند البعض يغيب. بعض الناس غلبت عليهم الدنيا وبدأوا يشعرون كأن الله غير موجود، ويرون المعجزات والكرامات، الشمس والقمر والنجوم ومظاهر الكون تدل على عظمة الله، ولكن لا يكادون ينتبهون أن وراء هذه الحركة للكون هناك إله سبحانه وتعالى. الآن صارت الإنسانية جمعاء في الهند، في أمريكا، في أوروبا، في الصين، في إفريقيا، في العالم العربي، الكل صار يستحضر وجود هذا الخالق وأنه عظيم وأن بيده مقاليد السماوات والأرض. ما شاء الله حينما يقول ربنا عن نفسه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ربنا لا يعجزه أي شيء. الآن تعرفنا على قدرة الله وعلى عظمة الله. إذا أراد أن يعذب عذب عذابا أليم، اسمه القهار واسمه الجبار، كما أنه رحمن ورحيم ولطيف بالعباد. الناس لم يعودوا يتعرفون على الغيب، صارت الأرواح تتساقط في بعض البلدان رغم العلم ورغم الطب المتطور ورغم كل شيء، صار الناس يسلمون أمرهم إلى الله، والكل صار يعتقد بانفراد الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا أحد يستطيع أن يعلم هذه المفاتيح سوى الله سبحانه وتعالى. ومفاتيح الغيب كما تعلمون هي خمسة، خمسة ذكرها ربنا في كتابه العزيز لما قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهذه نعمة عظيمة، صرنا نعتقد اعتقادا جازما قويا لا شك فيه ولا ريب بعظمة الله وقدرة الله وجبروت الله، مقام الألوهية، مقام الربوبية، مقام العبودية، صار الناس كلهم يستحضرونه بعد أن غاب على أذهاننا وأفكارنا ردحا من الزمن. من بركات كورونا أننا صرنا نكتشف ضعفنا. الإنسان ضعيف،
صار الإنسان منا يكتشف هوانه ويكتشف حقارته. بني الإنسان الذي كان يقول بأنه هو القادر على التحكم في نظام الكون، الإنسان الذي كان يلقب نفسه بالسوبرمان، الإنسان الذي لا يقهر، الإنسان الذي يستطيع أن يتحكم في البيئة وفي الثروة وفي ميزان القوة ويتصرف في كل شيء، صار الإنسان يكتشف بأنه ضعيف وقدره بسيط وحجمه ضئيل جدا أمام إرادة الله وقوة الله وجلال الله سبحانه. سبحانه ما أعظم السنة. الله سبحانه وتعالى وحده علام الغيوب. آية في القرآن تسمى آية الكرسي هي من أعظم الآيات. ماذا قال فيها ربنا عز وجل؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا الفيروس الصغير كورونا لا يرى بالعين المجردة، واحتار فيه عباقرة الطب في العالم في القارات الخمس بكل ما أوتوا من قدرات وتكنولوجيا حديثة لم يستطيعوا، فالكل سلم الأمر لله. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالبشر مهما بلغوا في علمهم فإنهم لن يصلوا لمعلومة من المعلومات إلا بإذن الله. إن شاء الله سوف يتم اكتشاف لقاح لفيروس كورونا، ولكن هو موجود الآن، موجود، لكن الله تعالى منع أن نصل إليه حتى نستوعب الدرس، حتى نفهم المقصود من هذا البلاء. وبعد ذلك ربنا سوف يرفع اللتام ويرفع الحجاب وسوف نكتشف لقاح كورونا، ولكن قبل ذلك علينا أن نكتشف ضعفنا ونسلم لله سبحانه وتعالى بقدرته. فالبشر مهما بلغوا في العلوم والتكنولوجيا والقوة العسكرية، أي شيء هو بقدرة الله وعطاء الله. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كذلك نلاحظ أن في زمن الكورونا رأينا قوة الإيمان واليقين بدأت تدخل إلى قلوب الناس أجمعين، حتى كبار القوم، رؤساء الدول، وزراء كبار، شخصيات عظيمة صارت تصرح بالدين وتصرح بالإيمان. سبحان الله، رئيس الوزراء الإيطالي قال إزاء عجز دولته أمام وباء كورونا، ماذا قال لما رأى بأن الوباء انتشر بقوة أمام عدسة الكاميرا؟ قال: انتهت حلول الأرض، الأمر متروك للسماء. بعض التعاليق في الإعلام الغربي ماذا قالوا؟ انتزعوا هذا التصريح من هذا الوزير الإيطالي، فقالوا كلامه انتهت حلول السماء أو انتهت حلول الأرض والأمر متروك للسماء هو إعلان لوفاة العلمانية. العلمانية تقول: ما لله لله ومن لقيصر لقيصر. الدين يبقى في المساجد والكنائس، والدنيا هي لبني الإنسان بالعقل. سبحان الله العظيم، هذه الواقعة جعلت وزير آخر في ألمانيا يقول: كورونا جعلت البشرية، كل واحد منا يخرج أجود ما عنده، يظهر أجود ما عنده ويخفي أسوأ ما عنده. كلام جميل من وزراء في دول أوروبية ودول أمريكية وفي دول آسيوية كثيرة. لو جمعناها كثيرا، جمعناها برمتها، سنلاحظ بأن العالم الآن يسير نحو التدين الصادق، وحتى النخبة السياسية التي تتحكم في نظام العالم صارت أكثر قوة في الإيمان وفي اليقين. سبحان الله عز وجل. وهذا يبدو أن الكثير من الشعوب العالم ستعود إلى خالقها وإلى بارئها. سنوقن جميعا بحاجتنا إلى الله، وأن الدين هو كلمة الله في الأرض، هو الأحق بالاتباع. سنرى بعد زمن كورونا في كل دول العالم سوف يتم استحضار مبادئ الدين بقوة، مبادئ الشريعة بقوة. والحمد لله، الدين الحق كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقد تجلى ذلك في العالم الغربي. رأينا في مجموعة من الدول الغربية يسمحون بارتفاع الآذان، الآذان يرتفع صوته من فوق المآذن، ورأينا أناس
يسمعون القرآن في العالم الغربي ويبكون. من كان يظن أننا نصل إلى هذه المرحلة المتقدمة في الدعوة إلى الله لولا زمن الكورونا؟ وكذلك أيها الأحباب الكرام، من فتوحات كورونا لاحظنا بأن العديد من المذاهب الفكرية الهدامة التي غزت أفكار الناس وأخلاقهم، وكان بعض الفلاسفة وبعض المفكرين يظنون أنها هي بداية الحياة الحقيقية، ما يسمونها الحداثة أو ما بعد الحداثة. عديد من المذاهب الوضعية الغريبة ألهت الناس بالمادة والمال، قدست الشهوة والمتعة، الآن بدأت تتساقط، بدأت تتهاوى، والكل صار يعلم بأنها مجرد خرافات ومجرد ترهات، وأنها لا تغني شيئا عن الله سبحانه. فالكل صار يعلم بأن المذهب الحق مذهب الدين ومذهب اليقين ومذهب الرجوع إلى الله. قال ربنا سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صار الناس كلهم يسيرون ويتلمسون أين هو الطريق المستقيم، وبدأ الناس يبتعدون عن الأمور التافهة. لاحظنا بأن كان هناك أمور تافهة، تجمعات بشرية تحت غطاء الفن وتحت غطاء كذا وكذا، الكل صار يجتمع نحو القرآن ونحو الذكر. وإذا كان هناك من فن فهو فن هادف، فن بناء، فن نقي. وسبحان الله، ربنا عز وجل قال: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. تعلمنا في زمن الكورونا أننا نقوم بترتيب الأولويات. في معظم الدول بدأوا يعيدوا التفكير. نحن في مغربنا العزيز صار عند الإنسان العادي في الشارع عنده فكر وطني وحس إنساني، والكل عنده وعي شامل عند الناس كلهم. لم يعد الوعي خاص بالنخبة المثقفة، كتمشي عند إنسان عامي بسيط وكتلقى عنده فكر صار نقي وفكر خلاق ومبدع بفضل زمن الكورونا. صار يعلم ما هي ترتيب الأولويات، يعلم بأن ليس كل الأشياء ينبغي أن نضع في سلة واحدة. ترتيب الأولويات أولا هي الحفاظ على نظام الدولة. الدولة ككيان هي رحمة، الدولة فيها قوة، الدولة فيها استقرار، الدولة فيها ضمان للتقدم إلى الأمام. فنحن الحمد لله ما رأينا قامت به دولتنا المغربية عند انطلاق هذه الجائحة مفخرة لنا، وسوف يكتبه التاريخ بمداد من ذهب. فلا بد أن نحافظ على كيان الدولة، ثم الحفاظ على مجموعة من الأولويات بدءا بالصحة. الصحة والأطباء والممرضين والمعالجين والصيادلة، كل هؤلاء هم في الخط الأمامي للمواجهة، فهم يعتقون الحياة وينقذون الأنفس. ثم رأينا أولوية التعليم. التعليم مهم، كان البعض يظن أنه في الهامش، لا حياة بلا تعليم. تحية لرجال التعليم ونساء التعليم، أبناؤنا في البيوت رغم التعليم عن بعد صار ينقصهم التربية، وصار ينقصهم التهذيب، وصار ينقصهم المعرفة الحقة. نحن لم نكن نعلم حقيقة ما يقوم به رجال التعليم ونساء التعليم من جهود. كنا نبعث أبناءنا إلى المدارس حتى ولو كانت خصوصية وندفع الأموال ونشتكي، ولكن تبين بأن الجهود التي تقوم بها المدرسة سواء العمومية أو الخاصة مجهود كبير. إنهم يقومون بتربية أبنائنا، ويقومون بتهذيب أخلاقهم، ويقومون بتقويم سلوكهم، ثم بعد ذلك يلقنونهم معارف في الفيزياء والكيمياء وفي الرياضيات وفي الأدب والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس وغيرها من المعارف. ثم صارت الأولوية أيضا لرجال الأمن وللسلطة المحلية التي هي رمز الدولة، لها علاقة مباشرة مع المواطن. تحية كبيرة لهم أنهم يقومون بخدمة إنسانية وحفاظ على سلامة أو أمن الناس وأموال الناس. ولا ننسى كل من في الدولة، لكن هناك أولويات. من كان منا ينظر إلى رجال النظافة بهذه النظرة التي ننظر بها الآن؟ من قبل
كان رجال النظافة ننظر إليهم نظرة كأنهم في الهامش، الآن صاروا رجال وصاروا في المقدمة، ولولاهم لعم علينا هذا الوباء، فجهودهم كبيرة. هناك أولويات لابد إن شاء الله تعالى بعد زمن الكورونا نعيد ترتيب هذه الأولويات في حكوماتنا وبرلماناتنا وفي مجالسنا المنتخبة، ستكون هناك احترام للأولويات. كذلك أيها الأحباب الكرام، من فتوحات كورونا أنه صار هناك تعظيم لشأن العلم ولأهل العلم، فالمعرفة التي هي الصمام الأمان لابد أن تبقى دائما الإنسان يتعطش إليها. ربنا عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحن محتاجين أكثر لعلمائنا الأجلاء، مغربنا يزخر بعلماء أجلاء كبار جدا، عندنا المجلس العلمي الأعلى بالمملكة، وعندنا فروع له كثيرة أكثر من 70 فرع، وكل فرع فيه أعداد العشرات من العلماء. جاء الوقت لكي نعطي الكلمة لعلمائنا، نعطي الكلمة لفقهائنا، نعطي كلمة للصالحين من أبناء هذا المجتمع ليكونوا في المقدمة، يملأوا وسائل الإعلام ويملأوا الفضاء كله، وينقلوا لنا تعاليم الدين الحق الذي هو مبني على الكتاب الصحيح والسنة النبوية المطهرة والمقاصد العليا للشريعة، والفكر النوراني الذي يبني ولا يهدم، الذي يجمع ولا يفرق، الذي يوصل القلوب إلى بارئها ويربط ما بين الخلق فيما بينه برباط المحبة والتعاون والتآزر والتكافل. الحمد لله من فتوحات كورونا صار هناك إعلاء الخطاب الدعوي الملتزم. هناك خطابات دعوية كانت مظلمة، خطابات دعوية تدعو إلى الاصطدام مع السلطة وتدعو إلى إثارة الكراهية والحقد، تنتج لنا الفتن وختامها تكون هناك سجون. ولقد تعذبنا كثيرا، تألمنا كثيرا من مسار في الحركة الدعوية الإسلامية مثلا في منذ 70s إلى حدود الآن، وجدنا عدد كبير منهم في السجون، خيرة أبناء الأمة، ضيعنا جهود، ضيعنا أبناء، ضيعنا رجال أفداد. لو أننا اعتمدنا على خط دعوي سليم مستقيم متوسط فيه الوسطية والاعتدال ويدعو إلى القيم الإنسانية التي دعا إلى الإسلام، لكنا في مصاف الدول المتقدمة. الآن الحمد لله رأينا الدعوات التي كانت تنتهج أسلوبا غريبا بدأت إلى الضمور إلى الوراء، وبدأت الخطاب الدعوي الذي يدعو إلى الخير، إلى المحبة، إلى العمل، إلى التآلف، إلى التآزر، إلى كل ما يحيي الحياة فوق الأرض. إنه خطاب يجدد النفوس ويوقد الضمائر ويحفز الهمم، وخصوصا أن الخلائق الآن خيفة، الناس خايفين، الناس صاروا مستعدين لتقبل الخطاب الدين أكثر من أي وقت مضى. كل تتكلموا على الدين يقول لك سكتني بارك علينا بدل الموجة. اليوم الناس يبحثون عن الخطاب الديني، لكنهم يبحثون عن خطاب ديني يحيي القلوب. ألم يقل ربنا عز وجل في كتابه العزيز ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ثم أيها الأحباب الكرام، ألا ترون معي بأن من فتوحات كورونا أن هذا الحجر الصحي الذي فرضته السلطات في جميع دول العالم أليس هو فرصة عظيمة لا تعوض، فرصة للخلوة مع الله، فرصة للعبادة، أننا نخلو مع الله تعالى في هذه الفترة المباركة ونتقرب إلى المولى، نقرأ القرآن، نتأمل في كتاب الله عز وجل، نصلي النوافل، نطيل السجود، نؤدي الصلاة في وقتها خصوصا الفجر، نقوم الليل. عجيب من هذا الحجر الصحي، والله نعمة، نعمة لم نكن نعرفها. ثم هذا الحجر الصحي صار أيضا صناعة نفسية. كم من واحد منا لم يكن يعلم حال أولاده ولا حول بناته ولا وضعية زوجته، كان في البيت كالغريب، يدخل في وقت متأخر من الليل، يأكل وجبة طعام ثم ينام. الآن صرنا معا، الزوج والزوجة والأولاد والعائلة والأحباب كلنا معا، وصرنا نقوم باكتشاف أخطائنا وعيوبنا ونقيم بإصلاحها، وصارت بيوتنا جنة
والله بيوتنا ترى الجنة رغم صغر حجمها رغم تواضعها، ولكن فيها نور الإمام، نسمع فيها الأذان في كل وقت، نصلي جماعة، نتلو فيها كلام الله، نجتمع لقراءة كتب مفيدة، نتعاون في المطبخ، كل منا يمد يد الآخر، نبتسم فيما بيننا، كل منا يتقبل أخطاء الآخر يتقبله في سبيل الله. وبعد ذلك غير الأيام الأولى كان بعض الأحباب يقول لك لم أطيق الأسابيع الأيام الأولى لم أطيق علاقتي مع زوجتي ومع أولادي، كنت أقول له اصبر اصبر، الصبر مفتاح الفرج، الصبر يكون مرا في المراحل الأولى، لكن ما إن ينجح الإنسان في الاختبار حتى يتحول مذاق الصبر الذي كان أمر من العلقم يتحول إلى أحلى من العسل. سبحان الله، فعلا هؤلاء الأحباب قال الآن صرت أفرح والزوجة تفرح والأولاد يفرحون، نعمة عظيمة. وصدق ربنا عز وجل حينما قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، جعل لكم بيوتكم سكنا، السكينة في البيوت. ثم في هذه الظرفية أيها الأحباب الكرام بدأنا نتذكر حقيقة الدنيا، لقد غفلنا كثير عن الدنيا، الدنيا حلوة خضرة. الكثير منا قبل زمن كورونا كان يحب الدنيا وحلاوتها وشهواتها وملذاتها، وكنا نظن أنها دوما هكذا، عندك المال أنت هو سيد الناس، إذا انضفت إليه السلطة أنت هو سيد الأسياد. الآن ما ينفع المال وما تنفع السلطة وما ينفع أي مقام سوى مقام الإيمان. لقد تذكرنا بأن الدنيا ليست هي كل شيء، الدنيا دار مرور فقط، نعيش فيها فترة قصيرة من الزمن، ثم سوف ننتقل إلى الدار الآخرة، دار الجزاء والحساب. لهذا الكثير منا صار يفكر حقيقة هذه الدنيا، خصوصا الله يحفظنا وإياكم من فقدوا أحبابا لهم في هذه الكورونا، صار يتأمل كيف أن الدنيا بهذه البساطة قد تخطف منك الحياة وتصبح عدم. لا، لا تصبح عدم، ستنتقل من دار الفناء إلى دار البقاء، هناك دار أخرى تسمى دار الحساب والجزاء، هي الدار الآخرة. ولهذا الإنسان بفضل الكورونا لم يبقى هو الإنسان الذي كان ما قبل كورونا، لم تتمكن الدنيا من قلوبنا مرة أخرى، لن نسمح للدنيا أن تستحوذ على نفوسنا، لأنها دار الغرور لا ينبغي أن نطمئن إليها، تغيرها سريع وتحولها يأتي فجأة. وصدق رب العزة حينما قال وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. كورونا علمتنا الزهد في الدنيا، الزهادة في هذه الدنيا، لقد عاينا الإنذار، أحسسنا بالخطر، شاهدنا مصارع الناس وتتبعنا فيديوهات في العالم، تتبعنا ما وقع في إيطاليا، ما وقع في إسبانيا، ما وقع في بريطانيا، ما يقع الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، وما أدراك ما هذه الدولة العظمى. غريب هذه الدنيا، إنها لم تستثني أحد، سبحانك ما أعظم شانك. لقد صرنا فعلا نشعر بالخطر، نحس بأن الموت قريب منا، لقد سمعنا جرس الإنذار وشاهدنا مصارع الناس. وصدق الله تعالى حينما قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إياكم أن تغركم الدنيا أو يغركم الغرور اللي هو الشيطان والعياذ بالله. الحمد لله من بركات وفتوحات كورونا أن الناس صاروا يسارعون في الخيرات، لقد شعرنا فعلا بأن القلوب بدأت تصحو في أزمنة العزلة، صارت محن التي كنا نشعر بها تدفع بنا إلى المزيد من العبادة وتوثيق الصلة مع الله سبحانه وتعالى. فعلا كل واحد من يتساءل هل علاقته مع الله قبل زمن كورونا هي الأفضل أما بعد زمن كورونا؟ كل منا هو فقيه نفسه، لا شك أننا بعد زمن كورونا ازددنا إيمانا وازددنا يقينا وازددنا حبا في فعل الخير. ربنا عز وجل يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فصرنا نعبد الله وصرنا نحث على التقوى وصرنا
نسارع في الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. الناس سنو يسارعون ونهتم بالضعفاء ونحسن إليهم ونخفف من بلواهم ونعيش هموم الناس، نعطي البدل والإحسان والمساعدة عملا بقول الله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. كل واحد منا صار يعطي، يخاف، يقول: غدا قد أموت، ما تنفعني هذه الأموال، سأسأل عنها، سأسأل عن مالي، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، سيكون علي حسرة. العاقل والمستثمر الحقيقي والتاجر الذكي هو الذي يقوم بالصدقة والإحسان والبدل حتى إذا مات سيجد بأن ماله قد سبقه. ادفع مالك أولا يسبقك للدار الآخرة، فإن أطال الله لك العمر ستجده ينمو، وإن قبض الله أرواحنا سنجد أموالنا وخيراتنا في انتظارنا. والحمد لله ببركة كورونا برزت قيم التعاون والإحسان والتراحم بين الناس. ثم لاحظنا إعلان التوبة والاستغفار، الكثير منا صار يتوب كل يوم يجدد توبته. لقد تاب الناس إلى الله عز وجل توبة عظيمة، شعروا بالإنذار الإلهي أن الله طردنا من بيوته، قلنا اخرجوا أنتم مطرودين، وأغلق علينا بيوته المساجد، بل أغلق علينا الحرمين الشريفين، وأغلق علينا بيوت العبادة، وكأنه ربنا يقول لنا: أنتم سقطتم في الامتحان، اخرجوا مطرودين. شعرنا بالندم، شعرنا بالحسرة، شعرنا بالانكسار، بدأنا نستغفر مولانا ونتوب إليه ونتضرع، وهو القائل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. نحن نتضرع، لكن هناك أقوام لا زالوا لحد الساعة يلهون ولحد الساعة يجادلون، ما يريد أن يتضرعوا. هؤلاء القاسية قلوبهم، ربنا قال عنهم: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. وقال: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. دائما في الإعراض، غفر الله لنا ولهم. الحمد لله نحن نشعر في زمن الكورونا بتجديد أعمال القلب، قلوبنا بدأت تتجدد من اليقين والإنابة والخوف من الله والرجاء فيما عند الله، بدأنا نشعر بحسن التوكل على الله والدعاء والابتهال إلى الله والشكر والحمد لله. ربنا أمرنا بذلك: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وسرنا نكف عن المعاصي، انظروا إلى الناس، الشارع العام لم يعد فيه معاصي، كانت هناك بؤر معروفة يجتمع فيها الناس إما للسكر وإما للعربدة وإما للقمار وإما للفحش، كل هذا انتهى. الناس كفوا عن المعاصي وصاروا يحاسبون أنفسهم ويشتغلون بالطاعات ويشتغلون بما ينفع. لقد علموا بأن الله يرى، الله يسمع، الله معنا، ومن لم يرتدع فإن الله عقابه شديد. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ثم خير عظيم في هذه الكورونا تدل على رحمة الله الواسعة، فإذا قمنا بتتبع هذه الفتوحات نعلم بأن هناك انطلاق ميلاد جديد لنا في مغربنا العزيز وللبشرية جمعاء في العالم. سيكون هناك حياة جديدة تميل إلى النظافة وتميل إلى التوبة وتميل إلى الخلق القويم وتميل إلى التعاون والتكافل واحترام أولويات الدولة وأولويات المجتمع وتحترم القيم الإنسانية النبيلة. سيكون حياتنا أفضل بإذن الله، قريبا سوف يزول هذا الوباء وسوف نتنفس الصعداء وسنرى الحياة أجمل مما كان. والله وبالله وتالله أقسم، قلبي يحدثني بذلك صادقا، بأن الحياة ستكون جميلة جدا. وسوف نسرع من طرد هذا الوباء عن طريق الإكثار من الاستغفار والتضرع إلى المولى. فلنكثر أيها الأحباب الكرام من الاستغفار والتضرع إلى المولى، وربنا سوف يفاجئنا بألطافه الخفية ويفاجئنا بعطاءاته وكراماته. اللهم عجل لنا بالفرج، اللهم عجل لنا بالفرج، اللهم آمين يا رب العالمين. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحباب الكرام، ونحن في زمن الكورونا نبحث ونترصد
كيف يمكن أن نتجاوز هذه المحنة؟ الناس ينتظرون اللقاح، والآخرون ينتظرون رفع البلاء، والبلاء لا يرتفع إلا بالتضرع إلى الله. وفي ديننا الإسلامي الحنيف إرشادات ونصائح ووصايا تفيد بأن هناك عبادات خاصة شأنها دفع البلاء، إذا قام بها العبد فإن الله تعالى يعجل له دفع البلاء. ومن بينها الذكر والدعاء والصلاة والصدقة والاستغفار وغيرها. نذكر من بينها أيها الأحباب الكرام ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ظواهر كونية غريبة أدخلت الفزع في قلوب الناس وشعروا بالهلع. وكان بين ظهرانيهم سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقع له الخسوف والكسوف، وكانت هناك رياح هوجاء وأمطرت أمطار وشعروا بالهلع، فلجأوا إلى الله تعالى. وكان بين ظهرانيهم سيدنا النبي بدأ يشرح لهم ويفسر لهم حقيقة هذه الظواهر. ففي الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي الكريم فصلى بالناس، ثم خطب فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله، ادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. لاحظوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب صحابته ومن خلالهم الأمة بأسرها، ماذا نفعل إذا رأينا تغيرات كونية في الأرض، في الشمس، في القمر، في الغلاف الجوي، ماذا نفعل؟ نقوم للصلاة. أمرهم بماذا؟ أمرهم باستدفاع البلاء بالذكر والدعاء والصلاة والصدقة. وقال صلى الله عليه وسلم بأن من أصيب بكرب فعليه بالصلاة، فقال: من نابه أمر مهم من الكرب ينبغي له أن يفزع إلى الصلاة. فالوصية الأولى التي يوصي بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يفر إلى الصلاة، تفر إلى الله. فهذه وصية لنا جميعا، اللي كان يصلي من قبل هذه فرصة أنه يتقن صلاته، يؤديها في الوقت، يؤديها بخشوع وطمأنينة، ويحرص على أن يخشع فيها. ومن كان لا يصلي ماذا ينتظر؟ هل ينتظر خروج الدجال أو المسيخ؟ هل ينتظر أن تشرق الشمس من مغربها؟ هل ينتظر أن تخرج الدابة تكلم الناس؟ هل ينتظر خروج يأجوج ومأجوج؟ أم ينتظر أن يأتيه الملكان فيقبضان روحه؟ فهذه الفرصة أيها الأحباب الكرام لكي نحافظ جميعا على الصلاة. والذي يصلي لا يخاف، الذي يصلي بإتقان ويصلي بيقين أحسن دواء. لا يمكن أن يمرض بمرض نفسي، أن يصاب بالاكتئاب أو يصاب بالخوف أو بالهلع أو يصاب بالذعر أو يصاب بالضعف. وحتى إذا وقع له كرب سرعان ما ينجو منه، صلاته سوف تنجيه. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكون الأمور صعبة للغاية كان يوصي صحابته ومن خلالهم الأمة الإسلامية جمعاء، يوصيهم دائما بالصلاة، وحكى لهم حكايات كثيرة. من بينها مثلا سيتكلم عن رجل اسمه ابن جريج، اللي هو كان من بني إسرائيل، كان من اليهود الصالحين العباد الزهاد، وقعت له وقائع لكن أنجته صلاته. في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة اللي تكلموا في المهد. البشر لا يتكلم إلا بعد أن يبلغ واحد سن معينة، 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين،
عاد كيف ينطق لاتين ثلاثة نطقوا يلا تولدوا بقي في الرضاع من هم؟ عيسى ابن مريم. وذكر من بينهم أيضا أنه كان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج حتى وتكلم كان يصلي كانت عنده صومعة كبيرة يتعبد فيها المولى وكانت تأتي أمه تدعوه فيقول يا ربي صلاتي أم أمي؟ أنا في الصلاة الآن هل أجيب أمي تناديني أم أواظب على صلاتي؟ فكان يقدم صلاته صلاته مع الله خير من أن ينادي أمه لكن أمه غضبت منه فدعت عليه نتقي دعوة الأمهات نتقي دعوة الآباء حتى ولو كانوا مسيئين إذا ظلمناهم وإذا آذيناهم فإن دعوتهم خطيرة جدا مستجابة. هذه الأم دعت على ابنها جريج وهو شاب صالح مؤمن قالت يا رب إني أناديه ولا يجبني يبقى في صلاته اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. شوف على دعوة كديرة قالت يا رب لا تقبض راحه حتى تسلط عليه نساء ساقطات سافلات يعذبنه. أصعب حالة كتعذب الإنسان هي المرأة، المرأة أشد عذابا على الرجال. أما إذا كانت مرأة ساقطة أو مومسة فإن عذابها أليم وفظيع. واسأل الذين جربوا في حياتهم فعلا جريج هذا الرجل الصالح بينما كان يتعبد تعرض طريقه امرأة ساقطة مومسة فطلبت منه أن يقيم علاقة معها علاقة آثمة. طبعا الرجل مؤمن متفرغ للعبادة يرفض فرفضها فلم تأبى قالت الناس كلهم يلهتون ورائي وأنا قدمت نفسي إليك ورفضتني. لم ينظر إليها الرجل في العبادة وفي الطاعة وفي السجود والتضرع إلى الله فغضبت المرأة وأرادت أن تنتقم منه. فكان واحد الراعي كان على الغنم مشت عنده مكنت نفسها منه فوقعت الفاحشة. بعد مدة حملت المرأة ولما وضعت مولودا حملته بين يديها وجاءت إلى سكان القرية والبلدة وقالت لهم أيها الناس هل تعلمون من فعل بهذه الفاحشة؟ إنه جريج لقد اعترض سبيلي وتحرش بي وأفسد بي وقد حبلت الآن وأنا ضعيفة وأريد منكم أن تقتصوا منه خذوا حقي منه. الناس تعجبوا دون أن يتثبتوا بدأوا يصرخون فأتوا إلى جريج وكسروا عليه سمعته ورجموه بالحجارة وأنزلوه وسبوه وأرادوا أن يطبقوا عليه حكم الإعدام. فقال لهم قبل ذلك قالوا الأدلة كلها تدينك المرأة وهناك شهود والصبي يشبهك وأنت صاحب الفعلة كنت تختفي وراء الصومعة وتتظاهر بالعبادة والطاعة وأنت شقي وأنت فاسد. وكان الرجل الصالح يطأطئ رأسه ويسمع السب والشتم ويكيلون إليه التهم الباطلة. فقال لهم افعلوا ما شئتم لكن عندي طلب وحيد. قالوا اطلب. قال قبل أن تنفذوا في أي حكم أريد أن أتوضأ وأصلي إلى ربي ركعتين. فسمحوا له بذلك فتوضأ وبدأ يصلي وهم يسخرون ما إن يقوم من صلاة سوف ينفذون فيه العقاب. في صلاته بدأ يدعو الله اللهم يا رب إني كنت أصلي إليك وكنت أفضلك عن أمي كنت أفضلك عن التي ولدتني أفضلك يا ربي وأقدمك عن التي حملتني 9 أشهر في بطنها وأرضعتني من لبنها كنت يا ربي أقدمك عن التي كانت تطعمني وتسقين. وبدأ يدعو الله سبحانه وتعالى ولما قام من صلاته الناس بدأوا يشعرون بنوع من عدم التسرع لكي ينزل به العقاب. فتقدم إلى المرأة المومس وعندها الرضيع فتقدم إليه ووخزه بأصبعه وقال يا غلام من أبوك من أبوك؟ فالناس بدأوا يسخرون الرجل لقد أصيب بالجنون إنه يسأل صبي غلام لا زال يرضع كيف يتكلم؟
فإذا بالغلام بالصبي يطلق فمه من ثدي أمه ويتكلم بفصاحة وكأنه قاض من القضاة، يقول: إن أبي هو ذلك الراعي وأنت بريء مني يا جريج. قالها بكلام مسموع فصيح بليغ حتى إن الناس لم يصدقوا، فعلموا أن هذه كرامة، وعلموا أنهم تسرعوا وظلموا هذا العبد الناسك، فانتقموا من الراعي ومن المرأة، وطلبوا السماحة من جريج وقالوا له: إن أردت نبني لك صومعتك من جديد نبنيها من ذهب، من ذهب، ونزينها بالفضة واللؤلؤ والمرجان. قال: لا، أريد فقط صومعتي من طين. حديث طويل جدا رواه النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد فيه أن جريج لما وقع في الشدة وفي الكرب ما الذي أنجاه؟ صلاته. الصلاة التي تحافظ عليها ستنجيك إذا كنت في كرب وكنت في شدة وكانت عندك ديون وكنت مهدد بالسجن أو كنت مهدد بأي شيء مخيف. تذكر صلاتك بالليل، تذكر خشوعك في السجود والركوع، قم وتوضع ركعتين وقل: يا الله، إني كنت أقدم صلاتي لك عن كل مصالح الدنيا، عن راحتي وعن نومي وعن متعتي وعن كذا وكذا، وسترون عجائب قدرة الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.